ده حوار تخيلي عجبني، لقيته ملا النت وتعالوا نشوفه دلوقتي. فسمير أول ما شاف دلال قال لها: كل ده تأخير يا ست هانم، أو أنتوا كده يا ستات تقفوا قدام المراية بالشهر وتضيعوا أهم المواعيد. فدلال قالت له: سمير أنت بتعمل إيه هنا؟ قال لها: جاي أزور واحد صاحبي. بالذمة ده سؤال تسأليه؟ قالت له: أنت جيت هنا إمتى؟ أنا كنت دايما بسألهم عليك وكانوا بيقولوا إنك بخير. معقولة؟ وكنتي بتصدقيهم؟ قالت له: بصراحة لأ، قلبي ما كانش مصدق، بس كنت بغصب نفسي أصدق، أصل الحياة كانت هتبقى وحشة أوي من غيرك. فسمير قال لها: تعرفي إنك وحشتيني أوي؟ الله، أنت حلوتي ليه كده؟ صحتك جت على الموت؟ فقالت له: موت؟ هو فين الموت ده؟ أنا نمت صحيت لقيت نفسي هنا. فهو قال لها: اللي بيقولوا عليه تحت موت، تعالي كده أفرجك حاجة. فقالت له: بالراحة يا سمير، ما تشدنيش كده، أنا صحتي ما تستحملش. قال لها: صحة إيه فوقي بقى، هنا ما فيش تعب، أنتي ما بصتيش في مراية من ساعة ما جيتي؟ قالت له: طب عايز توريني إيه؟ قال لها: بصي الشباك ده كنت ببص منه عليكي وانتي في العناية المركزة، وكنت بدعي تجيلي هنا بسرعة. اخصى عليك يا سمير، بتدعي عليا أموت؟ ضحك سمير وقال لها: هتقولي برضو موت؟ يا بنتي خلاص مفيش حاجة اسمها موت تاني. طب بصي كده، ايه ده، دول دنيا وامي يا حبايبي، دول البنات صعبانين عليا اوي يا سمير، وانا كمان صعبانين عليا، مش هما وبس، اي حد لسه مش فاهم برضو صعبان عليا. فقالت له: مش هيسمعونا للأسف، أول ما جيت هنا قعدت أزعق أنادي عليكي وعلى البنات وعلى الناس اللي بتعيط عليا، كنت عايز أقول لهم بتعيطوا ليه؟ ده هنا أحسن من عندكم بكتير، بس محدش سمع صوتي. فقالت له: دلال، يظهر إننا لازم نجرب الأول عشان نصدق. فقال لها: سيبك انتي، انا عايز اقولك حاجة مهمة. قالت له: قول. قال لها: انا بحبك قوي، عمري ما هنسى انك صممتي تتجوزيني رغم فرق السن الفظيع اللي بيني وبينك، ووقفتي جنبي طول حياتي وغيرتي فيا كل الصفات الوحشة، وما تستحمليش تعيشي من تحت من غيري، خلاص مفيش فراق تاني. فقالت له: هتفضل تحبني لحد امتى؟ فقال لها: هفضل احبك طول عمري. فقالت له: طول عمرك؟ ما خلص عمري وعمرك. فقال لها: لا، احنا عمرنا ابتدى دلوقتي، الحمد لله على السلامة يا ديدي. ايه رأيكم في الحوار التخيلي ده؟ في مفاجأة للكثيرين، ظهرت سيدة تدعى دينا عبد العاطي على الفيسبوك في الفيديو اللي احنا شايفينه ده هوت، والناس قالوا لها: انت شبه دلال عبد العزيز كتير قوي، ربنا يحميكي لشبابك. واحدة تانية قالت لها: بكرة يا طنط حضرتك تبقي ترند، ويقولوا اتفرج على شبيه دلال عبد العزيز ومش بعيد يستضيفوكي في برنامج منى الشاذلي. وحد تاني بيقول: انا اتخضيت اصلا، بحسبتها دلال عبد العزيز الله يرحمها. واحد تالت قال لهم: انا الوهلة حسيتك دلال عبد العزيز، وواضح ان فيه اجماع على كده، ربنا يرحمها يا رب. انتوا ايه رأيكم؟ تشبه لها كتير؟ شاركونا في التعليقات. وبعد ما تفاجأت دينا عبد العاطي بأن صورها انتشرت في السوشيال ميديا، فهي كتبت قالت: انا دينا عبد العاطي، بقالي سنين بدرس علم نفس وتنمية بشرية، درست في جامعة عين شمس على يد دكاترة محترمين لايف كوتشنج، ودرست في الكندي للأستاذ إبراهيم الفقي، درست كتير، هدفي الأول كان زيادة وعيي ونضجي النفسي وتحسين جودة حياتي، وبعد كده قلت أفيد الناس بالعلم ده وأنشره وأفعله كمجال عمل. نشرت أول فيديو في حياتي بعد حرب نفسية وخجل وتردد،
واتكلمت فيه عن الكنز، العقل الواعي واللاوعي، ولا حطيت فلتر ولا شفت نفسي شبه حد، ولا كان اهتمامي بأكتر من العلم اللي بتكلم فيه. لاحظت إن أرقام الفيديو بتزيد والناس بتشبهني بالله يرحمها دلال عبد العزيز، ومع كامل احترامي ليها وربنا يسامحها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة، أنا لا يعنيني هذا التشبيه أبدا، وأنا شخصيا وكل المحيطين بيا مش شايفينه أصلا. ثانيا، أنا كان هدفي الأول والأخير إني أتسمع ويستفيد الناس من اللي بقوله ويزيد وعي الناس وأدخل مجال العمل الأونلاين، مش إني أشارك في خبر تافه لا يعني حد أصلا سواء وجود الشبه أو لا. ولكن قلت يمكن أكون سبب أو فرصة الناس تترحم فيها على روحها ويوصل لها الدعاء، ولكن ما تخيلتش أبدا إن الموضوع يزيد عن كده وألاقي نفسي اتشهرت باسم شبيهة فنانة ومواقع وجرايد بتكلمني وناس تتفق وناس تختلف وناس تمدح وناس تذم وناس تهني وناس تشكرني، وأكون عرضة لكل حد وأي حد بأي أسلوب وبأي ثقافة إنه يقول رأيه فيا، وأنا بعيدة كل البعد عن كل ده، وما قدمتش حاجة مشينة ولا قلدت حد ولا عملت تيك توك حتى على صور الفنانة، واتعمدت بعد كده أغير لفة الإشارة عشان أبعد عن أي حاجة تثير الناس وتلهيهم عن الغرض الأساسي للصفحة. أسفة طولت، لكن أنا حقيقي غضبانة ومستاءة وانتهكت خصوصيتي وخصوصية صفحتي، واتخذت في الرجلين مع بعض الصفحات الصفراء اللي كتبت عناوين تشد الناس على حسابي، والناس اعترضت عليا أنا مش على الخبر. يا ريت نتوخى الحذر يا جماعة وما ناخدش حد بوزر حد، والناس يا ما اختلفت على أشكال الناس، مدام دلال نفسها في كل مرحلة من حياتها كانت بشكل، والنهاردة تشوف الشخص نفسه تقول شكله اتغير ويمكن حد يعرفه وحد ما يعرفوش. أرجوكم ما تضيعوش وقتكم وتستهلكوا طاقتكم في كلام فارغ، وسيبوا الخبر ينتهي بقلة التفاعل معاه. وكتب التعديل في الآخر، جريدة الوطن من أكتر المواقع اللي لقيتها متكلمة عن الموضوع بحيادية واحترام للشبه واحترام لما أقدمه من علم، تحياتي له. انتوا ايه رأيكم في الموضوع ده؟ هو شاركونا في التعليقات، يا ريت تشجعوها، هي لسه في بداية الطريق في السوشيال ميديا، وانا هحط رابط الصفحة بتاعتها في الوصف وفي اول تعليق. هي باين عليها سيدة محترمة جدا، ربنا يقويها في مشوارها في الحياة. وإليكم جزء صغير من احد الفيديوهات ليها، هي فعلا انا في رأيي انها تشبه كتير الفنانة دلال عبد العزيز الله يرحمه. أنا دينا عبد العاطي مايند سيت كوتش، جاية أتكلم معاكم النهاردة عن الكنز. إيه هو الكنز وإزاي نستغله وإزاي نطلع منه بأفضل نتيجة؟ ده اللي هنوضحه النهاردة مع بعض في الفيديو. قبل ما أقولك إيه هو الكنز، حابة أكلمك عن عقلك. عقلك ده بيتكون من إيه وبيشتغل إزاي؟ وربنا خلقنا بقدرات عاملة ازاي؟